شركة مصر العمرية شركة في جمهورية مصر العربية مش في دولة تانية. الأسعار اللي بتزيد في أي مكان في الدولة بتزيد على الناس اللي في شركة مصر العمرية، وحرام عمال شركة مصر العمرية يبقوا مرتبات أقل مرتبات في الدولة. ممكن تعملوا تحقيق في الموضوع دوت وتشوفوا الناس دي مظلومة ولا مش مظلومة. الشركة من أول يوم ما اتعمل الشركة وإحنا مظلومين، وعملنا اعتصامات كتير وما خدناش حقنا، على أساس تيجي وزيرة أو يجي وزير ما بيحلش عليها أي حاجة. إحنا بنطلب تحقيق بنعرف الشركة دي تبع مين وتحقيق. هم دولت اللي صدروا غاز لإسرائيل، ولما صدروا غاز لإسرائيل حضرتك خربت الشركات بعد تصدير الغاز لإسرائيل اللي هو خد 50 يا عم خليل ابو شكام. خربوا الشركات وهم ما زالوا موجودين عشان يخربوا الشركات وضيعوا حق العماله وضيعوا حق ومشردوا العماله المصريه وخربوا الصناعه المصريه، خربوا صناعه الغاز والنسيج. نعم اسمك رمضان محمد حسنين. شكرا.